مرحبا، معكم إياب حسون من جامعة المنار بطرابلس، واليوم رح نحكي عن ديزاين لباتش أنتينا يوزينج سي اس تي سوفت وير. أول شي مثل ما شايفين قدامنا على الصورة، الباتش أنتينا مؤلف من 3 لاير: جراوند بلين، سبستريت، وعندكم الباتش أو المايكرو ستريب. الجراوند بلين عندها تيكنس تي، والباتش كمان عنده تيكنس تي، إجمالا بيكونوا نفس الماتيريال. رح نحن رح نختار بالديزاين هي الباك بيرفكت إلكتريك كوندكتور، والدي إلكتريك عنده إبسلون آر رح نختارها نحن هي 2.94 يلي هي ديت الروجر 6002، وعنده دي الكتريك تيكنس اتش او ارتفاع اتش. والباتش له انواع، منه ريكتانجولر، منه سيركولر، منه اليبتيكال، في انواع كثيره. نحن نشتغل عن الريكتانجولر، رح ناخذ ال اللي هي اللينكس، والدبليو اللي هي الويدث، واللي حنغير فيهم ونشوف شو عم يصير عندنا. فخلينا نفتح سي اس تي، نعمل كرييت بروجكت، مايكرويف ار اف اوبتيكال انتينا، نكست. رح نقل باتش ستوت تايم دومين، اليونت رح نتركه ستاندر. انا رح اخذ الفريكونسي اللي بيشتغل عليها هي 3.5 ل 3 ل 4 جيجا هرتز ل 2000 ماك، بدي الاي فيلد والاتش فيلد والفار فيلد. بنلاحظ هون خلق عندي ثلاثه فريكونسي 3 3.5 و 4. انا رح اختار هلا، فيني اذا بدي زيد انا مثلا 3.3 لتبين عندي بالفار فيلد، فرح اترككم انا اللي عم بيهمني هلا 3.5. نكست، نعمل فينيش. وهلا هيك رح يشتغل السي اس تي ويعمل لي كرييت للانفايرمنت اللي انا نقيته. اوكي، هلا خلصت السرعان 5، بصير الزيت اللي عندي الواي لفوق والاكس على اليمين. بس على الفيو بشيل الباوندينج بوكس. وهلا خلينا نعرف اللامدا جي ونعمل لها كالكوليشن. الهوم ماكروس كالكوليت ويف لينث، انا بدي على 3.5 فريكوانسي، الابسلون انه مثل 2.94، بقول له اوكي. قالي الويف لينث تقريبا لامدا جي هي 50 مليمتر. خلينا نعمل هون لامدا جي 50. اوكي، خلينا هلا على الموديلينج. هنعمل بريك سكيب، يطلع عندي هون نسميه جراوند بلين، الاكس مين هي لامدا جي اوفر 2، ما ننسى الماينس. خلينا نعمل لها كوبي بي. هون كمان لامدا جي اوفر 2، من الزيرو زاد مين للزاد ماكس اللي نعتبرها تي. نحن مثل ما قلنا الجراوند والباتش عندهم، الجراوند بلين والباتش عندهم نفس التيكنس اللي هي تي. الماتيريال هي باك، نعمل بريفيو، التي هي 0.1. اوكي، خلينا نعمل ريزت فيو، رايت كليك ريزت فيو. هلا هيدي الجراوند بلين. خلينا هلا نرسم الدي الكتريك، هي سبستريت سبستريت كمان هي من ماينس لامدا اوفر جي نفس اللي هي سيت، ماينس لامدا اوفر جي لامدا جي اوفر 2، كمان لامدا جي اوفر 2. خلينا نشيل الماينس، نشيل الماينس من هون. الزد مين هي من التي، يعني مطرح ما انا وصلت بالجراوند بلين الشيء هو اتش ارتفاعها، والماتيريال اللي حنغيرها مثل ما قلنا هي روجر 3002 نفس حرف الار. روجر 3002 هي الابسلون هي 2.94. لود، صار في عندي الماتيريال من البريفيو، قال لي شو هي الاتش اللي حاول له هي 3 مليمتر. اوكي، طيب خليني هلا افوت على الماتيريال على الروجر. طيب خليني اغير الكولر تبع الماتيريال، خلينا ايه فور اكزامبل اخضر. اوكي، شيل الماتيريال، فوت على الكومبوننت، بين عندي هاي الصورة. طيب خليني هلا نعمل باتش موديلينج، كمان بريك، هيك سكيل،
on the patch minus lambda خلينا هلا نعتبر هو ال L كما قلنا ال L ل L أو minus L over 2 ل L over 2 y mean هي minus omega over 2 ل omega over 2 z هي t plus h بما انه نحن قلنا كمان لقلة الارتفاع هو t نفس ال ground plane ف plus t t plus h plus t فهو هلا ببلش من t plus h يعني من اخر substrate ليوصل plus t زيادة preview هلي شو هي ال L لحله هي لامدا g over 2 اوكي ما بيعرف هو اللامب ده بعيد شوية W كمان لحله هلا مبدئيا لامدا g over 2 g over 4 خلينا نغير ال L هي كمان over 4 الماتيريال اللي قالون رجع نغيرها بعدين خلينا نفوت على الكومبوننت ونفتح الماتيريال الباتش كومبوننت رح احملها هيك ونزلها على الباك لترجع مثل الباك مثل قبل هلا نحن عملنا ال L يعني رسمنا الباتش رسمنا السبستريت ورسمنا الجراوند بلين طيب خلينا هلا بما انا قلت ماينس L اوفر 2 فبنلاحظ كمان شكلها كثير صغير لانه قلت ماينس L اوفر 2 كيف فيني اكتب ماينس L واكتب هون اوفر 4 فخليه كمان اوفر 2 نفس F7 نعمل ابديت طيب هلا خليني انا اذا بدي فوت على الباتش لاتاكد من شغلي اوكي جدد لوحدي يعني فوت على الباتش لأتأكد أنا شو كنت معرف minus omega over 2 omega over 2 كيف فيني اتركها هون minus L وهون اعملها lambda g over 4 بس بما انه سميتها lambda g over 2 فخلص هون over 2 بيصيروا over 4 اوكي طيب هلا انا عملت الثلاثة layer هلا علي كيف غذي هالانتن باتش انتن طيب خليني انا اعرف هلا شيء اسمه بوز على x اعطيه ايميل اللي هي لامدا g اللي هي لامدا g over 8 بما انه كله لعنا اخذ نصه انا لانه اشمال التغذية ما حتكون على الطرف حتكون بين الزيرو وبين الطرف يعني بين الزيرو وبين اللامدا over 4 لامدا جي اوفر 4 فهلا انا فيني فوت على السيموليت على ديسكريت بورت الاكس بقول له انا بدي امبوز اكس بوز اكس الواي رح تكون 0 الزد رح اقول له انت من التي للتي او 2 تي خليتك مثل قبل مشان ما تضيعه بلس اتش بلس تي يعني يوصل لي للباتش خلينا نعمل بريفيو نعمل اوكي 50 اوم الامبيدنس اوكي نعمل ستارت سيت اب سولفر نعمل ستارت ونشوف الريزلت اللي بيطلع معنا اشمالا نحن لما بنشتغل ما دغري بيزبط معنا الديزاين ما دغري رح يطلع ماتشينج وكله ظابط 100% فبنغير كذا باراميتر ال L او ال اوميجا او ال H مثلا او ال T يعني حسب بنسبب باراميتر بنغير واحد تاني او بنغير ال position تبعت ال discrete port ليطلع معنا ال result اللي نحن بدنا اياه
اوكي خلص simulation. هلا نشوف ال result عندنا بال 1 دي result as parameter. نلاحظ هي تحت ال minus 10 dB بس مش على 3.5. طيب انا لخليها تصير على 3.5 رح اعمل شغله. طيب مثل ما قلنا انا رح اغير هون بال L وال W لحالها ل minus 1.7 for example. يعني عم يقول لي بدك تلغي الريزلت القديمه، رح اقول له اوكي الغي لي اياها. رح كمان نحط هون minus 1.7. minus 1.7 بس الغي هذا الريزلت. حنطلع الكومبوننت رح يقول لي هو بدك ابديت، اقول له اوكي F7 اعمل لي ابديت. هلا رح اعمل سيميليشن، رح ننتظر لنشوف الريزلت طلعت معنا. يعني انا لما بدي كبر الفريكونسي عم صغر ال L وال W. فينا نصغر وحده منهم، فينا نصغر الاثنين. انا ال W لما بكبرها عم كبر الباندوث، واجمالا لما انا بكبر حجم الانطنة عم كبر الباندوث اكثر. اوكي هلا خلص سيميليشن، خلينا نشوف ال S11. بنلاحظ هي تقريبا 3.5 جيجا هرتز تحت ماينس 10 دي بي. فينا نعمل شو رايت كليك شو ميزر لاين، فيني اقري هون اعمله على ماينس 10. على الاخير فيني اقرب لهون اشوف الانترسكشن مع اللاين. هيك بقدر نقص ال F1 من ال F2 وعارف قديش عندي هون من 10 دي بي. طيب فيني فوت هون على الفار فيلد اذا بدي شوف الدايركتيفيتي على 3.5. نلاحظ هي 7.11، نحن قلنا اكبر من بين 5 و 7، هون اكبر طلعت كمان من 7. فيني اعمل ريزلت فيو شوفها ك 2 دي، فيني نشوفها كارتيزيان، فيني نشوفها بولر. هلا الأستاذ عم يعمل كالكوليشن ك 3 دي. هي إذا بنلاحظ ال باتش أنتنا هو دايركتر، هو يوني دايركشنال أنتنا. بنلاحظ هي البيم 7.1 بس اتجاه واحد اللي هو الزد، قد راح أحط هنا الباتش. طيب فيني أعمل أنا بارتريت بلوت بروبرتيز بلوت مود بدل الدايركتيفيتي، خلينا نشوف الريالايز جين. اوكي باين عندي الريالايز جين هو 6.88 تقريبا، قريب كتير على الدايركتيفيتي. نحن بنعرف قاعدة الجين هي efficiency times directivity، يعني الافشنسي هون تقريبا 1، اللي هي هون total efficiency minus 0.222 دي بي. اوكي صار فيني انا كمان غير مثلا، فيني فوت على ال Z matrix على Y matrix على PSWR، اللي فوت على 2D result، اللي فوت على E field على 3.5. نشوف الالكتريك فيلد كيف عم بيتحرك ونعمل له انيميشن، فيني صورها كفيديو كاعمل سكرين شوت او غيره. اوكي وهيك بكون نحن حكينا عن الباتش انتنا كعم نغذيه ب 1 سورس. إذا غزيناه فينا نغذيه على الإكس، هون غزيناه فينا نغذيه كمان على الإكس وعلى الواي، بصير circular polarization الفيلد عم يتحرك بالجو. Thank you for watching، بتمنى تكونوا استفدتوا من هالفيديو.